وعن آخر أخبار الطقس البارد والمتقلب أيضا يقدم لنا النشرة الجوية. أكيد طبعا وقفة أخيرة مع مصطفى مزار مع أخبار الطقس. بالفعل شكرا دينا وشكرا إمام. بالفعل موجة طقس باردة ربما تضر الأنحاء. شكرا جزيلا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة. نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائل البرودة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على كافة الأنحاء. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية فهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 15 والصغرى 6 ويكون الجو بارد. في الأسكندرية 15-9 أيضا الجو بارد. في مطروح 13-8 يكون الجو بارد أيضا. في بورسعيد 15-8 يكون الجو بارد. في الإسماعيلية 15-8 أيضا الجو يكون بارد. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 15 والصغرى 8 يكون الجو بارد أيضا. في العريش 15-8 يكون الجو أيضا بارد. في طابة 15-10 يكون الجو بارد. في شرم الشيخ 17-11 يكون الجو بارد. في الغردقة 16-11 يكون الجو بارد. وأما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 16 والصغرى 6 يكون الجو مائل للبرودة. في أسوان 17-7 بارد. في الوادي الجديد 15-5 مائل للبرودة. في شلاتين 17-10 معتدل. وأخيرا في حلايب 18-11 يكون الجو أيضا معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.